بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، وفيها متابعة لما يدور على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية. دايما السوشيال ميديا لما بتهتم بالرياضة والكرة المصرية تحديدا أو النادي الأهلي بشكل خاص بيبقى مسار حديث كل المتابعين على السوشيال ميديا، وكل الصفحات سواء الصفحات الجماهيرية أو حتى الصفحات الرسمية بيجات بتحب تتكلم عن الدعم الفترة الجاية، في بيجات بتحب تتكلم على بعض الأخبار سواء أخبار إيجابية أخبار سلبية. برنامج الترند تحديدا بيهتم بالمعلومة وبيهتم أن يكون عنده المعلومة الحقيقية ويوصل لجمهور النادي الأهلي كل التفاصيل الدقيقة والتفاصيل الصغيرة، لأن دايما السوشيال ميديا عالم كبير إذا سبت نفسك فيه من غير ما تعرف الحقيقة هتلاقي نفسك في دوامة كبيرة. عشان كده برنامج الترند تحديدا بيكون مهتم جدا بسوشيال ميديا وسوشيال ميديا الأهلي وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص. حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جدا، لكن بسرعة ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة. وإحنا بالتأكيد خلاص على أعتاب مباراة الأهلي ووادي دجلة ضمن مباريات الجولة 24 في الدوري العام وعجلة الدوري بتدور، فالسؤال هيكون له علاقة بتوقعات الجماهير لتشكيل الأهلي أمام وادي دجلة. مين التشكيل الأبرز، التشكيل المتوقع، أبرز اللاعبين اللي ممكن يختاروا من الجهاز الفني بقيادة ريني فايلر؟ الإجابة على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا، صفحة القناة على الفيسبوك أو تويتر أو حتى إنستجرام، وشاركونا لأن في نهاية الحلقة النهاردة هنعرض كل مشاركاتكم وهنشوف استطلاعات أراءكم بالنسبة للتشكيل المتوقع. لكن تفاصيل الحلقة مثيرة، نروح بسرعة ونشوف العناوين. نبدأ بترند الأهلي. الفريق الأول يواصل تدريباته استعدادا لوادي دجلة. وفي الترند المحلي ثلاث مباريات في الدوري اليوم. وفي الترند العالمي اجتماع في برشلونة اليوم لحسم أزمة ميسي. اهلا بحضراتكم من جديد، ودي كانت عناوين حلقة النهارده من برنامج الترند. لكن ترند الترند تحديدا أصبحت فقرة ثابتة وجماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بتتابعها بشكل خاص، لأن احنا دايما بننفرد سواء بخطابات رسمية أو بالمعلومة أو بتفاصيل معينة. عندي النهاردة ثلاث موضوعات أو ثلاث عناوين سريعة في ترند الترند. أول حاجة وهي ليها علاقة بما حدث في تدريب اليوم داخل النادي الأهلي. أولا، يحسب دايما للنادي الأهلي وقطاع كرة القدم في النادي الأهلي لما بيكون في خطأ أو في مشكلة بيتم الإعلان عنها، ولو في عقوبة بيتم الإعلان عنها، لأن في النهاية أنت بترسي مبدأ وبتوقع عقوبات طبقا للوايح والامور كلها واضحه، ما عندناش اي حاجه ممكن نخفيها. لكن المهم في التوقيت ده احنا بنتكلم عن اي خطا او اي مشكله ممكن تحصل في التدريب، وده بيحصل في كل دول العالم، تقفل الصفحه وتفكر في اللي جاي وما تديش فرصه لاي خطا او اي مشكله او اي قرار انت خدته عشان تظبط الاداء داخل الفريق ويكون في ضبط للروح داخل الفريق الفتره الجايه، ويستغلها البعض لاثاره البلبله. مشكلة حصلت في غرفة الملابس، الجهاز الفني خد قراره طبقا للائحة، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا النهارده التزم بهذا القرار وأبدى اعتذاره سواء للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، للكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وفي حضور الكابتن وليد سليمان كابتن فريق النادي الأهلي. فبالتالي الأمر خاص وداخلي داخل غرفة خلع الملابس، أوضة اللبس فيها تصرف محكم من قبل الإدارة في الفترة الحالية، وإلا ما كنتش هتعلن قرار في توقيت زي ده، لان انت في النهايه ما عندكش حاجه تخبيها، انت واضح وصريح مع كل الناس، وفي النهايه بتظبط الاداء بالنسبه لغرفه الملابس في الفتره الجايه، لان انت عندك معترك مهم سواء الدوري او افريقيا. لكن رساله الجمهور الاهلي على السوشيال ميديا في اللحظه دي، ما ترميش ودنك او تدي فرصه لحد بيكتب بوست ان يعمل اثاره وبلبله في التوقيت ده، خاصه لما بيكون الامر متعلق بلاعب انت بتعول عليه بشكل قوي في الفتره الجايه. اللاعب عارف خطأه واعتذر والموضوع انتهى، وبتحصل كتير في سواء في كل الملاعب او حتى في كل الانديه، لان دايما اللعيبه سواء في غرفه الملابس في الملعب التدريب بيبقى دايما في اتصالات وفي يعني ود او حتى ممكن يكون في عتاب او ده بيحصل في كل دول العالم. فالموضوع مش عايزين نضخمه مش عايزين نكبره، لكن يحسب وقتها هنا لاداره الاهلي او تحديدا لقطاع الكره والكابتن سيد ان انت عندك لائحه وعندك قرار بتطبقه واللاعب بيلتزم وبيبدي اعتذاره عما حدث منه. ده شيء مهم جدا كان لازم ابدا فيه في الترند والله في فقره ترند الترند، والتصرف بشكل عام تصرف غير لائق. وفي النهايه موقع الرسمي وتم نشر الخبر واعلام كل المتابعين بهذا الامر بالنسبه للمرحله الجايه. نقفل الموضوع ونركز في اللي جاي، لان انا عارف في ناس كتير جدا بتحاول تصطاد الاخطاء، ومش عايزين نعمل خطا ونوجهه الحمله في اطار انت ممكن وانت بتكتب الخبر او المعلومه عايز توجهه في حمله انت عايز الهدف منها ايه.
جمهور الاهلي واعي كويس جدا للمرحله الجايه وهيقفل على الفريق وهيكون في دعم بالنسبه للمرحله اللي جايه. طيب العنوان الثاني او الموضوع الثاني في ترند الترند، عارفين لما بتتكلم في معلومه او بتتكلم في خبر وبتثير الراي العام، ولما بتتكلم فيها بمستند والناس كلها بتنتبه لهذا الخبر وهذه المعلومه، بالتاكيد بيبقى هنا ليك تاثير. والحمد لله برنامج الترند تحديدا خلال الفتره الاخيره لما بنتكلم في معلومات الناس على السوشيال ميديا بتتلقى مننا هذه المعلومات وبتتكلم عليها وبتبدا تتواتر هذه التفاصيل او الناس كلها بتتكلم عليها على السوشيال ميديا. لكن امبارح كنا بنتكلم على فكره المعيار المالي وان ازاي في انديه ممكن ما تلعبش بطوله افريقيه القادمه طالما عندها مديونيات ومستحقات، لكن ما علينا. ممكن الاعلام او الظروف اللي فيها الاعلام الرياضي في مصر ما بيحبش يتكلم في التفاصيل اللي ليها علاقه بالقوانين، سواء هدف موضوعي، هدف شخصي، محاباه، ايا كان، كل واحد وليه سياسه تحريريه بيحب يشتغل بيها. لكن احنا في النهايه احنا بنتكلم في تعليمات متعلقه بالمسابقه الافريقيه اللي جايه، لكن الناس سابت كل التفاصيل دي ومسكت في حاجه، يعني اقدر اقول لكم كده بالمفهوم البلدي او بلغه السينما الفنكوش، بمعنى بنثير ازمه بدون اي لازمه، او موضوع الناس بتتكلم فيه وهي مش فاهمه فيه اي حاجه. بمعنى ادق، مواعيد القيد الافريقي لما تم اعلانها بالامس مناسبه جدا لمواعيد القيد في مصر، لما يفتح القيد في شهر 10 هتكون مناسبه جدا، وبالتالي مفيش ازمه في القيد الافريقي اللي البعض كان بيحاول يقول ان القيد الافريقي هيكون ازمه لو الدوري كان مناه، لكن خلاص القيد الافريقي ما فيهوش ازمه فمحدش يتكلم فيه. لكن اخترعوا لنا كده امبارح حاجه زي الفنكوش، قال لك 20 اكتوبر اخر ميعاد لارسال اسماء الانديه للاتحاد الافريقي، وهنا هيبقى في ازمه لان الدوري اكيد هيخلص بعد 20 اكتوبر. ايه المشكله يخلص بعد 20 اكتوبر ويخلص 5 نوفمبر، يخلص 11 نوفمبر؟ مش هقول على المقياس في المغرب هيحصل نفس الموضوع، بس هقول الموضوع في المغرب ماشي ازاي. لكن احنا عندنا الناس بتتكلم الله اعلم بدون معلومه، او نادي ما ضد استئناف الدوري فعاوز يثبت ان هو وجهه نظره صحيحه. لكن انا هقول لكم حاجه بسيطه جدا هتسهل على الناس الموضوع بكل سلاسه وبكل هدوء. هو ليه الاتحاد الافريقي لما بيطلب منك انت ككل اتحاد اهلي ميعاد معين لارسال اسماء الانديه؟ بيطلب منك عشان لما يعمل التصنيف هيحدد على اساسه مين هيلعب الادوار التمهيديه ومين مش هيلعب الادوار التمهيديه حسب التصنيف. طيب انت الازمه عندك بتتكلم في 4-5 انديه، شيل الاهلي من الازمه، الحمد لله الاهلي بره الازمه، سواء في التصنيف لانه من الثلاثه الاوائل على القاره الافريقيه، سواء بطل الدوري ان شاء الله، او حتى حامل اللقب البطوله الماضيه، يعني اي سيناريو الكاف هياخده الاهلي بره المعادله، الاهلي بره الموضوع، الاهلي دايما في الصداره ملوش علاقه. لكن عندك المشكله مثلا في الانديه اللي بتيجي بعد الاهلي في التصنيف او في الترتيب او حتى في المنافسه في الدوري او على المراكز المتاخره، عندك الزمالك، عندك بيراميدز، عندك المقاولين العرب حقه طبعا انه يشارك في افريقيا، وعندك المصري على امل ان فكره ترتيب الموسم الماضي. طب الاربع فرق تصنيفهم ايه في افريقيا؟ هل ممكن يلعبوا ادوار تمهيديه؟ هل ممكن ما يلعبوش ادوار تمهيديه؟ طب لو هيلعبوا ادوار تمهيديه انت عندك مشكله انك تبعت اسمائهم او ما تبعتش؟ لا، اقول لك بقى على المفاجاه، طالما الاربع انديه الزمالك، بيراميدز، المقاولين، المصري مش مصنفين ضمن اعلى ثلاث انديه في القاره الافريقيه سواء لو شاركوا دوري ابطال او كونفدراليه هيلعبوا تمهيدي. معنى انه هيلعب تمهيدي مش هتفرق ابعت اسمه او ابعت رقم او ابعت حرف، يعني هبعت في دوري الابطال الاهلي وحرف البي، يطلع بي بقى بيراميدز، المقاولين، المصري، الزمالك، ايا كان، كده كده هيلعب تمهيدي فتصنيفه معروف، فمفيش مشكله ابعت اسمه بعد 20 اكتوبر. عندي في الكونفدراليه نفترض مثلا يطلع الزمالك والمقاولين او الزمالك والمصري ايا كان الاسامي، يعني ما الاربعه خلاص قلنا غير مصنفين. طب لو هبعت اسمائهم هل هم هيلعبوا تمهيدي؟ هيلعبوا تمهيدي لان هم مش من ضمن الثلاثه الاوائل. التصنيف بيتكلم في ايه؟ انت عندك اول 10 انديه في افريقيا مصنفين، فيهم رقم واحد الوداد ب 65 نقطة، الترجي 63 نقطة، الأهلي 59 نقطة. مين اللي يليه بعد الثلاثة الأوائل؟ مازيمبي 55 نقطة، الزمالك 49 نقطة. طب نفترض إن الزمالك عنده سيمي فاينل وفاينل دوري الأبطال، يا سيدي مثلا لا قدر الله مثلا، طب احنا في قناة الأهلي فطبيعي عايزين الأهلي يفوز بالبطولة، بس مثلا لا قدر الله الزمالك فاز بدوري أبطال أفريقيا، هياخد 6 نقط. 6 نقط على 49 هيبقى كام؟ 55، هيتساوى مع مازيمبي، اذا برضه مازال في الترتيب الرابع او الخامس، فبالتالي مش هيخش في الثلاثه الاوائل، فهيلعب تمهيدي هيلعب تمهيدي. لو تتذكروا البطوله قبل الماضيه لما الاهلي لعب تمهيدي عشان ما كانش من الثلاثه الاوائل، كان الثلاثه الاوائل وقتها كان الوداد والترجي ومازيمبي، تم اعفائهم من الدور التمهيدي لكن الاهلي لعب دور تمهيدي. المره دي الاهلي داخل مع الوداد والترجي في الصداره،
فالاهلي مش هيلعب دور تمهيدي، فانت ما عندكش ازمه اصلا في اسماء الانديه اللي هيتم ارسالها. انت لو بعت حروف وارقام كده كده مش مصنفين فهيلعبوا ادوار تمهيديه. فكره ارسال اسماء الانديه ده عشان التصنيف، يلعب تمهيدي ولا ما يلعبش. طيب بعد الزمالك عندك صن داونز 49 نقطه، النجم الساحلي 47 نقطه، الرجاء 39 نقطه، حراك ونكري 33، ونهضة بركان 32. المصري ترتيبه الكام ما بين الاول 20 نادي؟ ترتيبه 18. بيراميدز ترتيبه ال 20، ده جاي بعد حسنيت اغادير وفيتا كلاب والهلال وانيمبا واول اغسطس والصفاقسي واتحاد العاصمه. يعني على اساس ان مثلا في انديه من دول هتلعب دوري ابطال او كونفدراليه، برضه بيراميدز والمصري متاخرين. بيراميدز بتتكلموا في تصنيف رقم 20، لو فاز بالكونفدراليه هياخد 5 نقط، هيصعد كام مركز؟ ارقام قليله جدا. فبالتالي مفيش مشكله عندك في التصنيف، فبالتالي ما عندكش مشكله كلجنه خماسيه تبعت حروف او ارقام الاهلي وبي دوري ابطال، سي ودي او 2-3 كونفدراليه، ما عندكش اي ازمه. فبالتالي عارفين هي زي ما قلت لكم الفنكوش، بنعمل ازمه بدون لازمه وكره ثلج بنكبرها عشان في الاخر نادي عايز يثبت وجهه نظره ان الدوري استئنافه اضر بالكره المصريه، بل بالعكس استئناف الدوري افاد الكره المصريه. عندك سيمي فاينال هتكون جاهز ليه، موعد القيد الافريقي اللي محدش عايز يتكلم عليها من 21 اكتوبر ل 5 نوفمبر، انت وقتها القيد المحلي هيكون فتح رسمي عشان تأيد للموسم الجديد، والفتره القيد الثانيه اللي هتكون بدون غرامه لاول مره من 6 نوفمبر ل 19 نوفمبر، هيكون وقتها انت فتحت الترانسفير عشان تأيد صفقات الموسم الجديد بعد الدوري ما يخلص، لان الدوري هيخلص في اول اسبوع في نوفمبر. فانت لا عندك مشكله في القيد ولا عندك مشكله في ارسال اسماء الانديه، وشرحتها لكم بناء على التصنيف، لان استراتيجيه الاتحاد الافريقي لما بيطلب ارسال اسماء الانديه بيطلبها عشان يعمل تصنيف على اساسه يعمل قرعه الادوار التمهيديه. طب قرعه الادوار التمهيديه امتى؟ اول اسبوع في نوفمبر، يعني مع نهايه جدول الدوري تقدر تعمل ملحق وتبعت اسماء الانديه لما تتحدد بشكل نهائي. ده اذا كل ده انت ما وصلتش 20 اكتوبر وما عرفتش مين اسماء الانديه، ده نفترض يعني. طيب ماتشات الدور التمهيدي امتى؟ اول ماتش في الدور التمهيدي 2011، هتكون خلصت الدوري. ففين الازمه؟ يعني انا مش شايف في ازمه. انا امبارح لما عرضت الموضوع قلت الموضوع بشكل عادي جدا، لان مسكت في موضوع مهم جدا وكانت اللائحه بتتكلم عليه وهي لائحه الترخيص. لان ده موضوع مهم نشرحه للناس، ده الاعلام اللي عايز يقول للناس المشاكل اللي جايه ايه وازاي الناس تحلها. لكن هنمسك في 20 اكتوبر وكره ثلج نكبرها على الفاضي؟ صعب قوي، صعب قوي، لان كمان انا بالنسبه لي الامر كان يهمني النادي الاهلي، الاهلي بره المعادله. بطل الدوري، حامل اللقب، مصنف ضمن الثلاثه الاوائل، فالاهلي في حته ثانيه الحمد لله، نحمد ربنا على هذه النعمه، الاهلي في مكانه ثانيه، مفيش اي مشكله بالنسبه للاهلي. اخر حاجه في هذه الجزئيه الدوري المغربي، نادي الوداد اللي بيلعب معانا في بطوله افريقيا ناقص له كام مباراه في الدوري المحلي؟ 10 مباريات. الاهلي ناقص له كام مباراه بعد مباراه دجله يوم الجمعه؟ 10 مباريات. يعني الدوري المغربي مكمل لبعد 20 اكتوبر. فاحنا بنصدر ازمه ليه للاتحاد الكره المصري وبنصدر ازمه ليه للكره المصريه؟ ليه بنعمل ازمه وبنصدر نفسنا للاتحاد الافريقي وانت لسه عندك مسافه 50 يوم؟ الموضوع سهل وسلس، لكن في النهايه ما يكونش فيه غرض شخصي عشان نادي او رئيسه او مسؤوليه عايزين يثبتوا وجهه نظر خاطئه في استئناف مسابقه هم هيحسوا بقيمتها لما تنتهي على خير ونستعد للمرحله القادمه. اتمنى نكون يعني شرحنا الموضوع بشكل وافي لكل مشاهدينا، عشان احنا في النهايه بيهمنا لما بنتكلم في حاجه لازم المشاهد الاهلاوي او مشاهد الكره المصريه بشكل عام بيتابعنا يعرف ادق التفاصيل والمعلومات الصحيحه دون اي اهواء ودون اي اغراض. احنا في النهايه حرصنا على المصلحه العامه ومصلحه الكره المصريه في المقام الاول والاخير. اخر حاجه في ترند، الترند بالامس كان في اجتماع للجنه الحكام مع حكام الدوري الممتاز عشان يشوفوا الاخطاء اللي موجوده في الدوري المصري. انا بس عايز الفت الانتباه لجزئيه مهمه جدا، احنا داخلين في مراحل حاسمه للدوري وداخلين على اختبارات القايمه الدوليه للحكام المصريين في الاتحاد الدولي اللي ان شاء الله هتكون على اواخر سبتمبر او شهر اكتوبر باذن الله. وطبعا ما عندناش حكم واعد تحت 30 سنه، ودي مشكله كبيره محدش واخد باله منها، يعني ما عندناش حكام واعدين الفتره الجايه. لكن ما علينا، انا بس ليا طلب او رجاء الفتره الجايه اي مراقب من الحكام بينزل يراقب على الحكام في المباريات اتمنى ما يكونش عضو في لجنه الحكام. عايزين مراقبين محايدين للحكام في الفتره اللي جايه، لان عضو اللجنه اللي بينزل يراقب على المباريات هو صاحب اختيار الحكم وهو اللي بيراقبه وهو اللي بيكتب التقرير، يعني هو بيقيم اختياره لما الحكم ده بينزل يحكم. جرى العرف ان بعض اعضاء اللجنه بيراقبوا، بس ما تكونش المساحه الاكبر ليهم هم اللي يراقبوا.
الموضوع هتكلم فيه الفترة الجاية، وممكن هيكون معايا مصدر هيشرح التفاصيل ديت، لأن دي علاقة بالتفاصيل الصغيرة في تقييم الحكام الفترة اللي جاية. عضو اللجنة اللي بيختار الحكم هو اللي بيقيمه، فأنت هتقيم اختيارك على أساس إيه؟ سيب حكام أو سيب أعضاء حكام أو حكام قدامى مراقبين جهة محايدة تنزل تراقب وتكتب تقارير بشكل مفصل، عشان في النهاية التقارير دي هتكون ليها علاقة بالمعيار الفني في اختيار الحكم الفترة الجاية، سواء يبقى دولي أو غير دولي، عشان يبقى عندنا حكام واعدين. التفاصيل الصغيرة دي بتفرق في اختيار الحكام فيما بعد والنظرة المستقبلية للحكام في الفترة الجاية. فعضو اللجنة شريك في الاختيار، ما ينفعش ينزل يراقب اختياره، لأنه في النهاية هيكون ساعتها قراره أنا بكتب اختياري ده صح ولا غلط. أكيد قدر الإمكان هخلي الدرجة فوق الخمسة فوق الستة، فبالتالي مش هيبقى أمر مقبول. هات حكم قديم مراقب للحكام محايد مش عضو في اللجنة يراقب عشان يكتب تقريره بشكل محايد وعادل، عشان كل حكم ياخد حقه. أكتفي بهذا القدر من فقرة ترند ترند، ثم أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ندخل بسرعة في السوشيال ميديا وما كتب على الأهلي عبر السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره ترند الاهلي وما كتب على السوشيال ميديا. طيب ايه اللي كتب على السوشيال ميديا بالنسبه للنادي الاهلي خلال الساعات القليله الماضيه، والجمهور اهتم بايه واتكلم في ايه، وايضا الصفحات سواء الرسميه للمواقع شافت ايه واتكلمت فيه. هندخل على ترند الاهلي ونشوف ايه اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. اول حاجه موقع اليوم السابع بالتاكيد من خلال صفحته الرسميه على الفيسبوك اتكلموا على ان النقطه 80 بتتوج من خلالها النادي الاهلي بلقب بطوله الدوري بشكل رسمي. طبعا الساعات القليله الماضيه ابتدت الناس تحسبها بالورقه والقلم. الاهلي لعب 23 مباراه، الماتش الجاي مباراه رقم 24، نبدا نشوف بقى عدد المباريات المتبقيه بعدد النقاط اللي ممكن الاهلي يحسم الجدول ويحسم البطوله. ان شاء الله على الاسبوع ال 28 او ال 29 هيكون الامر تم حسمه بشكل رسمي، ويكون النادي الاهلي بطلا للدوري العام، وريح اللجنه الخماسيه وريح الناس كلها، وعلى الاقل يختار نادي من الاربعه بالنسبه للمرحله اللي جايه. طب مكملين معاكم ومن الصفحه الرسميه ايضا للاهرام، وبيتكلموا على فكره وحدات تدريبيه متنوعه للاهلي استعدادا لمواجهه دجله. الحساب الرسمي للاهرام على تويتر بيتكلم على ان في تدريبات الاهلي حاليا استعدادا لمباراه وادي دجله، ومباراه دجله تحديدا لها خصوصيه، فريق بيلعب كره جيده جدا، فريق واعد عنده جهاز فني جديد عايز يعمل نتائج ايجابيه. دجله من الفرق اللي ممكن تتعبك في المباريات، وبلغه الكوره كده فرقه ممكن تحجم الماتش تلعب 90 دقيقه بشكل قوي جدا، في مباراه هتكون عنق زجاجه بالنسبه للمرحله الجايه. في غيابات بالتاكيد، لكن الجهاز الفني ان شاء الله هيحضر لها بشكل طيب. نشوف برضو الخبر اللي بعديه على الصفحه الرسميه ليلا كوره. طبعا الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، وده مصدر بالاهلي قال ان جونيور اجايه طلب اجازه قصيره ورينيه فايلر لا يمانع. فايلر في المؤتمر الصحفي بعد المباراه الاخيره قال مستوى جونيور اجايه ممكن يكون له علاقه بتوقف الدوري لفتره طويله، محتاج بالتاكيد يزور اسرته. الامر النفسي ده يا جماعه مهم جدا للاعب كره القدم. الامر النفسي لو بنسبه 100% ما فيهوش اي مشاكل، تقدر تاخد من اللعيب اللي عندك كل اللي انت عايزه. فاهم حاجه في الامور دي الامور النفسيه. وفايلر عجبني في تصريحه لما اتكلم على اجايه في امر له علاقه ان هو ما شافش اسرته من زمان، فده يثبت ان الجهاز الفني او فايلر تحديدا قريب الصله بكل لاعب، وعارف كل لاعب مشكلته فين ويقدر يحلها ازاي. وده ان دل بيدل على ان المدير الفني مش مدرب او هيد كوتش فقط، لا كمان عامل نفسي ومعد نفسي كويس جدا مع اي لاعب بالنسبه للمرحله الجايه، وان شاء الله جاي يرجع لسابق مستواه اللي كان موجود قبل كده. طيب معانا برضو من الحساب الرسمي لسوبر كوره على تويتر كتبوا فيها ان فايلر بيضع خطه الظهور الاساسي لصالح جمعه مع الاهلي. انا ليا رجاء وليا طلب على السوشيال ميديا بالنسبه لكل جمهور الاهلي. انت عندك مدير فني عارف احتياجات الفريق وعارف الفتره الجايه محتاجين ايه. وشيء جيد وشيء ايجابي في هذه او في هذا الموضوع ان الجماهير بتدعم صالح جمعه حتى رغم ان هو بعيد عن المشاركه منذ حوالي سنه ميلاديه كامله، وده حاجه ايجابيه تدعم اللاعب وان شاء الله ترجعه لمستواه. لكن في النهايه انت عندك جهاز فني عارف احتياجاته وعارف امتى يدفع باللاعب في التوقيت المناسب، وامتى الفريق ممكن يستفيد بيه او يقدر يدخل اللعيب في توقيت يكون مناسب ليه وللفرقه. فرجاء من السوشيال ميديا الفتره الجايه سواء مشاركات اللعيبه اللي بعيده او اللي هترجع سيبوها للجهاز الفني، عشان الحاجات دي على فكره بتاثر وبتوصل لكل لاعب ولكل عنصر في الجهاز الفني، وما نكونش دايما الاداه اللي تكون عامل هجوم او عامل ممكن يكون ضغط على الجهاز الفني بالنسبه للفتره الجايه، لان هم عارفين المرحله الجايه مين اللي هيكون مناسب ومين هيكون جاهز بالنسبه للفتره القادمه. برضو معانا من خلال الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، وطبعا بنتكلم على حسين الشحات
والصفحه الرسميه على الانستجرام بتتكلم على حسين الشحات بعد عودته لاداء التدريبات التاهيليه في مران الفريق امبارح. ضمكوا صور من مشاركه الشحات، وليد سليمان طبعا كان بيتكلم عليه. انا عاجبني في الموضوع كله ابتسامه حسين، ان شاء الله باذن الله سريعا هتكون موجود في الملعب، ان شاء الله هتكون جاهز لمباراه الوداد، عنصر قوي واضافه قويه لخط الهجوم الفتره الجايه، وان شاء الله باذن الله تكون الصفوف مكتمله. والصور دي مع تعليقات والكومنتس بتاعت الجماهير بترفع من الحاله المعنويه وبتفرق كتير قوي مع اللعيبه، لان خد بالكوا اللعيب اصبح جزء لا يتجزا من صناعه الخبر والصوره والمعلومه على السوشيال ميديا. طيب مكملين معاكم برضو من صفحه الاهلي اليوم، الصفحات الجماهيريه للنادي الاهلي، وهي صوره لكهربا ومكتوب عليها باك سون هانت. ان شاء الله قريبا خلاص متبقي مباراتين على انقضاء العقوبه اللي كان اصدرها اتحاد الكره منذ فتره، مباراه دجله ثم مباراه الحرس، وبعدها ان شاء الله هيكون كهربا جاهز للمشاركه في المباريات المحليه. امتى المباراه اللي بعد الحرس؟ والله ما عارفين، يعني احنا بس مستنيين حد في اتحاد الكره يطلع يقول لنا جدول الدوري بعد مباراه الحرس امتى وباقي قد ايه. ما حدش بيرد علينا. هتخلص مباراه دجله الجمعه، مباراه الحرس، طب بعد الجوله 25 بقى عندك 9 جولات، طب على الاقل حط 3 4 جولات قبل مباراه نصف نهائي افريقيا، الناس بس تبقى عارفه الخريطه بتاعتها. محدش عارف، هتحط 3 4 جولات تلعب نصف النهائي ذهاب واياب، هتحط بعدها مثلا 3 جولات، فبتتكلم ان انت لعبت مثلا 6 جولات لغايه 20 اكتوبر او 7 جولات. فبالنهايه هتلاقي الجدول الدوري متبقي منه اسبوعين ثلاثه بعد 20 اكتوبر، والموضوع سهل وفي ايدينا، بس انتوا عارفين ان في ناس بتحب تضخم التفاصيل بشكل غير طبيعي. طيب بعد كهربا صفحه ماجيكانو، والكل بياكد على فكره عوده كهربا ان شاء الله، مباراتين على عودته بالنسبه للمرحله الجايه ان شاء الله عشان يكون موجود في صفوف النادي الاهلي، وان شاء الله تكون عوده محموده لمحمود كهربا ان شاء الله بالنسبه للمرحله اللي جايه. اخر حاجه معايا صفحه الوطن الرياضي وطن سبورت، وبتتكلم على عمار حمدي احد اللعيبه المعاره في طلائع الجيش، وكان تلقى عرض كده من تركيا، بس بالتاكيد عروض غير جاده، عروض ممكن يكون ليها اهداف هتفرق كتير في النهايه. انت عمار حمدي لاعب الجهاز الفني اكيد هيكون عنده احتياج ليه بعد نهايه فتره الاعاره استعدادا للموسم الجديد. الاهلي على فكره عنده ذخيره حيه جيده جدا، لعيبه معاره في صفوف انديه الدوري، لو رجعتها مع صفقه او اثنين هيكون عندك تيم قوي ان شاء الله، وباذن الله الفتره الجايه هتكون في حاجات تسعد الجماهير وتدعم الصفوف، بس كل في توقيته استعدادا للفتره القادمه. دي كانت اخر حاجه النهارده معانا في ترند الاهلي، وبالتاكيد ما زال لدينا مفاجآت في برنامج الترند. اكتفي بهذا القدر ثم اخرج الى فاصل ثم نواصل. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند اونلاين. ترند اونلاين فقره ساخنه جدا، لان احنا هنتكلم على السوشيال ميديا وما يدار خلال السوشيال ميديا، وبالتاكيد لما بيكون معانا احد المهتمين بالسوشيال ميديا وكاتب صحفي كبير، كاتب صحفي في مجلة النادي الأهلي وأحد الصحفيين القدامى اللي ليه تاريخ طويل جدا في الصحافة داخل النادي الأهلي، وبالتأكيد متابع ومهتم بالسوشيال ميديا، وأيضا كمان عنده عدد متابعين بيهتموا جدا بكتاباته وما يكتبه، وأيضا كمان انطباعاته عما يدار بخصوص النادي الأهلي تحديدا. من خلال فقرة سكايب معانا الناقد الرياضي والكاتب الصحفي مباشرة بالتأكيد من خلال فقرة سكايب على شاشة قناة الأهلي في برنامج الترند، الناقد الرياضي والكاتب الصحفي ودائما المسمى لي على السوشيال ميديا محبوب جماهير النادي الأهلي، الأستاذ أسامة السويسي. أستاذ أسامة برحب بيك على شاشة الأهلي ومنور بيتك. أهلا بيك محمد، أهلا بيك وكل المشاهدين الكرام، أهلا بيك. سعيد إن أنا أكون معاك للمرة الثانية خلال وقت قصير على شاشة البيت الكبير، بيتنا الكبير، بيت كل الأهلاويين. اهلا بيك وسعيد ان احنا هنكون مع جمهورنا الحبيب في فقره الترند اونلاين وفي برنامج الترند اللي ما شاء الله بقى له ارضيه كبيره جدا وسط جمهورنا الاهلي. اكيد طبعا احنا في النهايه بنشتغل لخدمه جمهور الاهلي، وجمهور النادي الاهلي قادر ان هو ينجح اي شيء متعلق بالنادي الاهلي في الفتره الجايه. اولا الحمد لله على سلامتك، احنا النهارده حبينا تكون معانا صوت وصوره عشان نطمن كل جمهورك على السوشيال ميديا، وانا عارف اصابه يعني في مباراه وديه وانت مرتدي تيشيرت الاهلي، لكن شفت بقى الفترة دي السوشيال ميديا تتعامل ازاي مع الأحداث، ورصدت ازاي متابعة الناس للأحداث داخل النادي الأهلي؟ أولا متشكر ليك جدا، والنهاردة الحمد لله أنا كويس بخير. النهاردة أول مرة هطلع أتكلم يعني واخد راحتي، لأن طبعا ما ينفعش يتقال الأهلي لا، الأهلي تعودنا كده دايما لما بيقول عاوز حاجة بيتقال له حاضر وبس. بص، في غياب الجمهور عن المدرجات والملاعب لمده 8 سنين
خلى السوشيال ميديا ليها دور مهم في التعبير عن رأي الجمهور من خلال التواصل الاجتماعي اللي ليه دور مش بس على المنظومة الرياضية ولكن على كافة أشكال الحياة تمام. وتحديدا المنظومة الكروية في مصر. للأسف الشديد بعض الناس استغلت الكلام ده بشكل سيء، عملت لجان وعملت غرز وعملت حسابات فيك كتير كل هدفها الهجوم على المنافس والنيل منه والتشهير بيه، لدرجة إن الأسبوع اللي فات تحديدا الأسبوع اللي فات تم غلق حسابات أهلاوية كبيرة جدا لجمهور أهلاوي مخلص بيدافع عن الكيان بكل ما أوتي من قوة. الأسباب إيه؟ للأسف أسباب مجهولة. كمان شفنا هاشتاجات بتطلع من وسط الجمهور بتختفي بشكل مريب على النقيض تماما، هاشتاجات تانية بتطلع واضح إن هي مدفوعة الأجر، واضح إن هي ليها تأثير، بس الحمد لله الحمد لله علشان جمهور الأهلي والقاعدة العريضة من جمهور الأهلي تيقنت تماما وأصبحت عارفة أبعاد المخطط اللي بينفذ على النادي الأهلي اللي هو بقالنا 4 سنين بتكلم فيه، كل الهدف تحويل النادي الأهلي إلى نادي استثماري تجاري من خلال كسره رياضيا وجماهيريا، وده واضح للكل. ولما لقوا النادي الأهلي صامد لأنه عنده أسس وثوابت ومبادئ ماشي عليها وبيطبق كل حاجة بشكل منطقي وصريح ويكاد يكون النادي المحترف الأول في القارة الأفريقية، مظبوط. دلوقتي بقى الهدف واضح جدا، الهدف واضح جدا هو إن الفريق يفشل في البطولة الأفريقية علشان الناس تتقلب على الإدارة وتتقلب على الإدارة وعلى الفريق ويحصل فجوة بينه وبين الجمهور. وكلنا ما زلنا فاكرين جملة شهيرة جدا اتقالت، الجملة كلنا عارفينها، موعدنا في الانتخابات الجاية. لا ان شاء الله باذن الله ما فيش اي هز ثقه والناس كلها تبقى مركزه في المشوار المحلي والافريقي، ده الهدف الاساسي بالنسبه للجميع داخل النادي الاهلي. طيب بشكل عام الاهلي الحمد لله ماشي في الدوري بشكل جيد وعامل نتائج يعني مطمئنه عشان تحسم المسابقه مبكرا وعنده استعداد لافريقيا، وفي نفس الوقت البعض ممكن يكون عايز يصدر اخبار او معلومات مغلوطه. السوشيال ميديا يا استاذ اسامه شايف يعني الحمد لله الناس اصبح عندها وعي وادراك بشكل كبير جدا ان النادي الاهلي عنده اهداف لازم ينجح فيها، فما بتروحش مع التوجهات او ما بتروحش مع الاتجاهات اللي دايما عايزه تصدر ازمات او تهز ثقه الجماهير في الفريق او في اللاعبين بالنسبه للفتره اللي جايه. زي ما قلت لك الجمهور النادي الاهلي الحمد لله الغالبيه العظمى بتاعته بقى عندها وعي شديد جدا. بالدليل ان احنا من امبارح الحديث كله متركز على شخص واحد بس هو محمود كهربا لاعب النادي الاهلي. من امبارح لغايه اللحظه اللي انت بتكلمني والانترو اللي انت عملته بالمناسبه رائع جدا، حط النقط فوق الحروف. الله يخليك. الكلام من امبارح دي حقيقه، الكلام من امبارح على كهربا بخصوص الشكوى اللي رفعها للفيفا واللي اوقفت تطبيق الغرامه الماليه اللي كان حصل عليها نادي الزمالك، تمام؟ مظبوط. النهارده من الصبح كانت الحديث على كهربا بخصوص الضغوط اللي بيتعرض ليها عشان يشحب الشكوى، لان الشكوى هتدين ناس كتير. هتدين ناس كتير في مصر وهتكشف اوراق كتيره. مش هنسبق الاحداث، خليها مفاجآت يا استاذ اسامه، خليها لما يجي وقتها ان شاء الله. ان شاء الرحمن باذن الله، لكن فوجئنا ان طبعا الكلام كله اتحول في اتجاه اخر، اتجاه المشكله اللي حصلت بينه وبين محمد الشناوي و ولقينا بعض الناس بتحاول تضخم الامور بشكل غير طبيعي، وعلشان كده بحيي جهاز الكره في النادي الاهلي انه اتخذ العقوبه واعلنها، وبحيي كهربا انه تقبل العقوبه بالظبط. واعتقد ان ده درس مهم جدا، وعلى فكره علشان الناس بس ما تبقاش مخضوضه والناس تقول مبلغ كبير والناس تقول، من كام سنه لو رجعنا لورا ابو تريكه امير القلوب الماجيكو خد عقوبه نص مليون جنيه من سيد عبد الحفيظ برضه مدير الكره بالظبط. فمش عايز الناس تتعامل، لا احنا عندنا اسس وثوابت وقواعد، اللي بيغلط بيتعاقب وما عندناش مشكلة، ما بنتفنش راسنا في الرمل، لكن بنطلع وبنقول فلان غلط واتوقعت عليه عقوبة صفحة وقفلناها ونفكر في اللي جاي. الجميل بقى في الموضوع ان محدش بيتكلم عن الآخرين، محدش بيتكلم عن أي حاجة تخص الناس التانية. يعني كلنا شفنا معلش رئيس نادي منافس بيقول ان النادي الأهلي اتعرض لضربات زي الضربات الجوية في حرب أكتوبر، ده قال كده فيديو صوت وصورة، وقال طلع منه عبد الله السعيد وبعدين حسام عاشور وشريف اكرامي واحمد فتحي ورمضان صبحي وكده اعمده العماره بتقع، فبالتالي العماره هتقع.
حد اتكلم في الموضوع ده، حد تناول الموضوع ده، هو الكلام حد دايما يا استاذ اسامه اتكلم، حد بيحاولوا يصدروا للسوشيال ميديا ان في مشاكل عشان الناس تاخد الكلام وتبدا تردده، لكن الناس اصبح عندها وعي. هو وعلى فكره ودايما هنكون مختلفين، مش هنردد نفس الكلام ونعمل نفس رد الفعل بالنسبه لاي اتجاه اخر، لان احنا دايما مركزين لمصلحه الكره المصريه ومصلحه اطلاقا النادي الاهلي. بالظبط اطلاقا، وعلشان كده ده هو سر نجاح النادي الاهلي. النادي بالظبط الاهلي بيفكر في مشاكله، بيفكر لقدام، ما بيتوقفش وما بينظرش للاخرين. لكن انا بكلمك على الكلب مكيالين في الاعلام، يعني حاجه زي كده ده اعتراف ان انت مشارك في المخطط. لما تتكلم على النادي الاهلي، محدش تتكلم هينتقد، على اسماء محدش في النادي هينتقد الاهلي، تصريحات زي دي، محدش هينتقد. ما هو ده يعني. يعني مثلا بعد ماتش القمه لقينا نفس الناس دي بتتكلم في الفار، وان الفار لو كان موجود في الدور الاول كان الوضع هيختلف وما كانش الاهلي فرق الفرق الكبير ده. تمام. يا سيدي طب انا عايزك تحسب كام نقطه خدتها ومجامله كام. ولو كان الفار موجود فعلا في الدور الاول للدوري كان زمان في فرق بتنافس على الهبوط دلوقتي حقيقي وبتعاني من دوامه الهبوط. حقيقي حقيقي، حصل على ضربات جزاء غير سليمه، ولولا لكن الفار ما كانش اتحسبت حتى في الدور الثاني، حتى في الكروت الصفراء والحمراء، مش في حاجات اقل من كتير قوي. مش اقل من 23 مش اقل من 23 نقطه. وللاسف الشديد ان الفار لغايه دلوقتي لسه جوه المصيده، ما مش بيطبقش قادر صح، يطلع من المصيده، ما لان بيطبقش صح. ما بيتطبقش صح. وكمان مش ما بيتطبقش صح، لا، لان اللي مسؤول عنه بشر، والبشر بيغلط، والبشر عنده ميول، والبشر عنده نفس، والبشر اماره بالسوء احيانا احيانا. بالظبط بالظبط. لكن المدهش في الموضوع انك انت تلاقي خبراء تحكيم في الاستوديوهات بيجادلوا وبيقولوا حاجات غلط، حاجات ملهاش علاقه ببروتوكول تطبيق تقنيه الفيديو الحكم المساعد. يعني اللي كل الناس عارفاه ان هي 4 حالات، هدف غير هدف، ضربه جزاء مش ضربه جزاء، الانذار الثاني او الطرد. البطاقه الحمراء وليست الانذار الثاني، بالظبط الطرد، يعني الطرد واضحه واضحه وضوح شديد، ولو ما خدتش وتحديد قرار الهويه. بالطرد، يعني انا ما ينفعش تدي انذار تاني او انذار. يعني كل الناس قالت لك لا ده اصله ابراهيم نور الدين عنده حق لما شاف اللعبه. طب ما هو في الاساس يا سيدي شافها وما وكمل حسبهاش فاول اصلا، كمل وما حسبهاش فاول اصلا. يعني هو كانت عينيه شافت ان مفيش، ان تدخل عادي وعادل جدا بين ديانج وبين تمام. اسلام رشدي. طيب استاذ اسامه، وبالتالي اتفضل. اللي انا عايز اقوله لك ان المساله مش واقفه لحد كده. يعني احنا بنتناقش في قضايا وحاجات غريبه جدا. يعني بعد ما انتهينا من موضوع الشبكه المقفوله والشبكه المفتوحه والجن والعفاريت والسحر والشعوذه والكلام التافه اللي ملوش علاقه لا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالدين ولا بالكوره، دلوقتي بنتكلم في الوان التيشيرتات اللي بيلبسها المدربين. واشمعنى المدرب ليه فايرال لبس واشمعنى ابيض المدرب وليه الكابتن الفلاني؟ حلمي لبس ما احمر؟ بس يوم هو نبيت يعني، بس فراغ. يعني ماشي، بغض النظر عن الاسماء. يعني هو هل طب يا سيدي، طب ما هو فايلر كان في ماتش الاهلي والزمالك لابس ابيض. مش عارف. هي دي حدوته. وانا هقعد اقول لك انت ليه هو اللون الاحمر مضايقك للدرجه دي؟ راينر هولمان كان دايما بيلبس قميص ابيض في مباريات الاهلي، واكيد حضرت هولمان سنين كتير ومدربين كتير ومدربين كتير، محدش كان بيفكر في ده. ومدربين كتير ومدربين وهاريس قبله وفايتس قبله وبعدهم راينر سوبل وبعدهم. يعني المساله المفروض ان احنا ارقى من كده وارقى من الموضوع دوت. يعني ما كله نخليش عايز الناس يركب، تضحك علينا، كله الناس عايز يركب تضحك علينا. الترند، كله عايز يركب الترند. ما هو الترند للاسف لما تركبه بشكل مسيء دي ما بتبقاش حاجه كويسه، بتبقى حاجه معيبه. لان اكيد. زي ما بقول لك الناس بتضحك علينا، طيب يقول لك الاعلام المصري بقى عنده فراغ للاسف ان للاسف. هو يناقش الوان القمصان بتاعت المدربين. طيب اخر حاجه يا استاذ اسامه، عشان وقتنا للاسف بيجري بسرعه، ايه رايك في كره التلج اللي اتفضل. اتصدرت امبارح على السوشيال ميديا في فكره 20 اكتوبر واخر ميعاد؟ والموضوع اصلا سهل، لو حد فتح اللوائح وبص هيلاقي ان التواريخ دي عشان التصنيف مش عشان حاجه تانية. بص الهدف اللي انا قريته من الموضوع دوت ان تحصل مشكله وان الناس كلها تتكلم وتقول اصل في عركه وفي ازمه والجبلايه هتتورط، وبعدين يجي الفارس الهمام على الحصان الابيض يروح مخلص الدنيا ويطلع يقول لك انا اتدخلت وانا عملت وانا سويت وانا كذا، والناس كلها تهلل وتسقف وتقول ما شاء الله الراجل دوت هو فعلا الراجل الصحيح ولازم يرجع او هو حتى يبقى في هو نادي رئيس او في اتحاد نادي عايز الكوره. يثبت وجهة نظره ان الدوري ما كانش يكمل، لكن الموضوع مش كده خالص. او مثلا
او مثلا دي الناس اللي قعدت تحلف واقسمت باغلظ الايمان ان الدوري مش راجع بالظبط. وان البطوله، وحتى لما الحكومه قررت هجموا الحكومه نفسها. يعني هو هل ده من المنطق وهل ده من المعقول؟ خالص باختصار اطلاقا شديد علشان اطلاقا. برضو نوضح الصوره للناس تمام باختصار شديد، القصه كلها في التصنيف. بالظبط، ده التصنيف ما شرحناها بالظبط. هتبعت سين صاد عين، هتبعت سين صاد عين، المساله محسومه. عندك نادي واحد هو في التصنيف الاول مش هيلعب الادوار التمهيديه اللي بالظبط. هو النادي الاهلي، اي اسم بعد كده هيدخل الادوار التمهيديه ابعتوا حروف بقى وارقام وانت وشايف تتبعت ازاي يعني، انت وراحتك بالظبط كده. اكيد بمنتهى البساطه. اكيد وكل الناس عارفه ان الرقم واحد في مصر هو النادي الاهلي، اكيد. وافريقيا والرقم كمان واحد في افريقيا هو النادي اكيد الاهلي لغايه دلوقتي، سواء في القرن اللي فات او القرن ده، بغض النظر عن اليوفك اكيد. وعن الفنكوش. هي بالارقام مش بالبطولات. استاذ اسامه السويسي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني عبر شاشه قناه الاهلي من خلال مداخله سكايب عبر شاشه قناه الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا، وبالتاكيد متواصلين معاك في الفترات القادمه. اكتفي بهذا القدر من فقره ترند اونلاين، واخرج الى فاصل، وبعد الفاصل ترند العالمي ومشاركات الجماهير على اجابه السؤال. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره الترند العالمي، وطبعا ما يحدث في الكره الاوروبيه عبر صفحات السوشيال ميديا، سواء عندنا طبعا وكالات كبيره جدا بتتكلم على اخر الاخبار في الكره الاوروبيه، ولا حديث يعلو على ليونيل ميسي وماذا سيحدث خلال الساعات القادمه. سيبقى في برشلونه، سيرحل الى السيتي، غرامه او شرط الجزائر 700 مليون يورو، كلها تفاصيل كتيره جدا السوشيال ميديا بتتكلم عليها سواء في اوروبا او حتى في مصر. لكن اروح للترند العالمي ونشوف النهارده معانا ايه، ونبدا من صفحه ذا سان فوتبول، وهي بتتكلم على حديث الساعه متعلق بميسي وبرشلونه. وحساب جريده ذا صن على تويتر نشرت خبر بتقول ان ميسي وافق على الانتقال لمانشستر سيتي مقابل 623 مليون جنيه استرليني. الناس هتقول لي هو 700 مليون يورو، على فكره الرقم ده ممكن يكون اكتر من ال 700 مليون يورو، وبتتكلم في رقم ممكن يكون ميعدي او اكتر من الشرط الجزائي. هنشوف الساعات الجايه هل فعلا هيكون في مانشستر سيتي ينتقل ويلعب بكوار اجويرو وتحت قياده جوارديولا. ممكن كل ده يكون وارد بالنسبه للمرحلة اللي جاية. الخبر اللي بعديه، وده من خلال حساب بليتشر فوتبول على تويتر، وفيها صور لوصول والد ميسي إلى الكامب نو للاجتماع مع بارتيميو رئيس النادي حول مصير ميسي بالنسبة للمرحلة القادمة. النهاردة فيديو وفي تفاصيل وفي صور، وكانت النهاردة كل وكالات الأنباء مهتمة جدا بوصول والد ميسي لمتابعة هذا الموضوع وتشوف اجتماعه مع بارتيميو. قدامكم هي لقطات لوصول والد ميسي إلى كاتالونيا للاجتماع مع بارتيميو رئيس نادي برشلونه، ونشوف مصير ميسي خلال الفتره اللي جايه. اعتقد الامر ممكن خلال ايام قليله جدا هيتم الحسم، لان خلاص الموضوع بالنسبه ليونيل ميسي قضي الامر، الموضوع انتهى، مش عايز يكمل في برشلونه. وعلى فكره كومان برضو من المدربين اللي ما بيحبش يكون عنده نجوم في الفرقه، من المدربين اللي بيحب يسيطر قوي على اوضه اللبس. وطبعا برشلونه هو ميسي، وكان بيتقال ان ميسي بيشارك في الصفقات، بيشارك في اللعيبه اللي ممكن تكون موجوده معاه وبيرتاح لها، زعلان من ايام مراحيل نيمار عن برشلونه وراح باريس سان جيرمان، في كلام كتير قوي. فخلاص الامر رايح في اتجاه ان ميسي ماشي، وزي ما انتم شايفين طبعا وصول والد ميسي الى كاتالونيا للاجتماع مع رئيس نادي برشلونه. لسه مكملين معاكم في الاخبار المتعلقه بالترند العالمي، والخبر اللي جاي له علاقه ايضا بميسي، لكن من خلال جريده ميرور الانجليزيه اللي نشرت على حسابها على تويتر تصريحات لوالد ميسي اللي اكد فيها اللي انا لسه قايله دلوقتي حالا، قائلا من الصعب بقاء ميسي في برشلونه خلال الفتره القادمه. خلاص الموضوع انتهى وقضي الامر بالنسبه للفتره الجايه بالنسبه لميسي في بقائه مع برشلونه. مكملين ايضا كمان معاكم، وصور ميسي هي اللي بتتصدر كل الصفحات والسوشيال ميديا. حساب جول على تويتر ايضا تصريحات لفيكتور فونت المرشح لرئاسه برشلونه. هنا بقى دخلنا في مرحله انتخابات، ومين رئيس نادي حالي ومين رئيس نادي ممكن يكون نازل انتخابات، وبيتكلم هنا في صف ميسي، بيقول ان من حق ميسي ان هو يقول ان عايز امشي عن الفريق الكتالوني. ده حصل قبل كده مع تشافي ومع كارلس بويول، وده شيء طبيعي جدا، الناس دي حققت بطولات مع برشلونه ومن حقهم ان هم يختاروا التوقيت اللي ممكن يمشوا فيه. تصريح انتخابي، تصريح ممكن يكون ليه اغراض تانية، شايف بيتكلم بمنطق ان ميسي من حقه انه يطلب الرحيل. في النهايه هنشوف الفترة الجاية هيحصل إيه، اللي بيحصل في أوروبا وفي برشلونة بيحصل في كل دول العالم. طيب برضو حساب موقع في الجول على تويتر نشر تصريحات للإذاعة الأسبانية كادينا سير،
برشلونة سيقاضي ميسي والنادي الذي وقع له إذا منح فيفا الانتقال المؤقت للاعب. يعني الحساب بيتكلم على أن نادي برشلونة الأسباني سيقاضي ميسي والنادي اللي هيوقع ليه حتى إذا منحوا الفيفا الانتقال المؤقت للاعب خلال الفترة اللي جاية. الله أعلم بقى ده هل تصريح رسمي من برشلونة أنه لا مش عايز ميسي يمشي. في لغط وفي تفاصيل وفي تصريحات كتيرة في هذا الأمر بالنسبة لليونيل ميسي. مكملين معاكم أيضا من الحساب الرسمي لبرشلونة على تويتر الإعلان عن قميص الفريق للموسم الجديد. نشروا الإعلان عن قميص الفريق للموسم الجديد وبيتصدر الإعلان أيضا صورة ليونيل ميسي رغم قرار رحيله عن الفريق الكتالوني. هل ده ليه مدلول؟ ممكن يكون ليه مدلول اقتصادي أو تسويقي، بيستفيدوا باللاعب لآخر ساعة وآخر يوم ممكن يكون موجود عندهم، لأن صورة ميسي لما بتنزل مع الصور الجماعية للفريق أو التيشيرت بتاع اللاعب لما بيتم عرضه في الستور وفي المتاجر بالتأكيد بيكون مهم اللي أنت تتكلم عليه عشان يبقى فيه مداخيل مالية بالنسبة لك في الفترة اللي جاية. طيب أكتفي بهذا القدر من الترند العالمي ومكملين معاكم وهنروح لمشاركات الجماهير ونشوف تعليقات الجماهير على فكرة التشكيل المتوقع للأهلي أمام وادي دجلة. نبدأ بأبو يمنى وقال التشكيل محمد الشناوي، محمد هاني، محمود وحيد طبعا عشان علي معلول غياب للإنذار الثالث، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، فديانج إن شاء الله بعد عودته من مالي، حمدي فتحي، أفشة، الشيخ، أجاييه، بادجي. كلها يعني تشكيل متوقع، الناس بتحاول تشوف أبرز الأمور اللي ممكن تسمح بإقامة هذه المباراة من خلال هذا التشكيل. محمد رأفت قال أتوقع التشكيل كالتالي: الشناوي في حراسة المرمى، محمود وحيد، محمد هاني، أيمن أشرف، رامي ربيعة، حمدي فتحي، أليو ديانج، أجاييه، أفشة، جيرالدو، وأليوب بادجي. نشوف برضو رأي تاني معانا. محمد دهادي بيقول الشناوي، معلول لا هو معلول طبعا غياب للإنذار، ياسر إبراهيم، ربيعة، هاني، مجدي، أفشة، حمدي فتحي، الشيخ، صالح جمعة، أجاييه، بادجي. عنده تفاؤل إن صالح يبدأ المباراة. يوسف ربيع بيقول الشناوي، وحيد وهاني، ياسر ورامي، ديانج وحمدي فتحي، أفشة والشيخ وجيرالدو وبادجي، وإن شاء الله 3-0 للأهلي. ان شاء الله تفاؤل باذن الله اللي جاي. نور حمدي بيتوقع التشكيل: الشناوي، هاني، ربيعه، ايمن، معلول. معلول يا جماعه غايب للانذار الثالث. ديانج، حمدي فتحي، الشيخ، أفشة، أجاييه، بادجي. اسم اليفاكاتو علاء. علاء: الشناوي، هاني، ربيعه، ياسر، محمود، ياسر، محمود وحيد، حمدي فتحي، أفشة، أجاييه، وليد سليمان، جيرالدو، واليو بادجي. اللافت للنظر وانا بتكلم على التشكيل المتوقع من خلال توقعات الجماهير ورؤيتهم للفترة اللي جاية في مباراة دجلة، الناس كلها بتجمع على ان اليو بادجي يكون هو قائد خط الهجوم بالنسبة للمرحلة الجاية. فإذا الجمهور فاهم كويس جدا وواعي اللعيبة اللي بتأدي وبتلعب بشكل قوي وبتظهر بشكل متميز تحطها في التشكيلة الأساسية وتديها الدعم والقوة والمساندة والمؤازرة بالنسبة للمرحلة القادمة. كل التوفيق يا رب للأهلي في مباراة دجلة. الجولة 24 هانت 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 إن شاء الله، مباراة قليلة ويحسم جدول او يحسم تحسم المسابقه بشكل عام ويكون الاهلي بطل الدوري رقم 42 وان شاء الله يكون استعداد جيد للبطوله الافريقيه ويكون عندنا جرعه تفاؤل يا رب بالنسبه للمرحله اللي جايه. اكتفي بهذا القدر واشكر حضراتكم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده وباذن الله نلتقي في حلقات اخرى قادمه من برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.